ابن القدس ومن هون من هون انا انا بسم الله الرحمن الرحيم. جمهوري العزيز في فرنسا وأوروبا، انتظروني مساء السبت 4 أبريل ضمن فعاليات مؤتمر البرجيه في باريس في حفل هيومن أبيل هيئة الأعمال الخيرية دعما لأهلنا في سوريا. كفاح زري. إحنا الحق الماضي طالع عن قدس الأمي بندافع. إحنا الحق راح نفديها، يشهد الله راح نفديها.